نعرف نتفاهم. اهدى اهدى عشان خاطر النبي ارجوك اهدى. يا باشا انا هادي، اللي اتربى في السلخانه اتعلم يذبح وهو هادي، شغلتي بقى واكل عيشي. مظبوط مظبوط مظبوط، كل ده مفهوم. انا بقى اللي عايز افهم في ايه الاول. بس كده احب اريحك من اي غدر ممكن يدور في بالك. اللي قدامك ده خش السجن يجي 10 مرات، يعني في بيني وبين السجن 10، موتك مش هيفرق معايا. كل ده مفهوم مفهوم، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ والموزة نيلي؟ لا شريان. ايه يا كابتن؟ ما تقولي طلباتك ولا تحت امرك. تعصبش طه، عادل. عادل مين؟ اولك غامق يا ابني، ارجوك فهمني عشان اعرف ارد. عادل مين؟ الولا عادل الكوم، الظابط اللي بيجي هنا هو. ايوه داكم ابني، عايز منه ايه؟ زعل واحدة تخصني. ايوه زعلها ازاي؟ فهمني عشان اعرف اجيب لك حقك. لا يا باشا، انا اعرف اخد حقي بدراعي، بس هو فين؟ بدراعك ده ايه؟ هو مش موجود. خلاص خلي الموزة بتاعت الفوازير دي تكلمه وتقول له احضر حالا، والدك في خطر. هما مش بيعملوا كده برضك في السيما؟ يا كابتن ارجوك فهمني فهمني، ايه اللي حصل؟ عايز افهم. مد ايده على واحده تخصني وخلى وشها ولا مزلقان امبابه. ايوه والكلام ده حصل امتى؟ يابا انت هتحقق معايا. خلاص هتجيبه ولا اخدك مكانه. حاضر يا سيدي، طلباتك هنفذها بس في عرض النبي رد عليا. هنا هو امبارح بالليل. ازاي الكلام ده؟ المكتب كان امبارح مقفول. هو جابها وجه على هنا اهو. ايه يا نيلي؟ انت روحتي وسبتي الشركه في فندقها؟ لا طبعا مش شكومي. الله، امال انا عرفت السكه ازاي غير من البيت؟ انت هتتعبني ولا ايه؟ هتجيبه ولا ندمك عليه طيله حياتك؟ صل على النبي صل على النبي. السلام عليه الصلاه والسلام. شوف طلباتك هنفذها، وحقك انت واللي تخصك هيوصل لحد عندك، بس اهدى. خلاص تعال معايا. اجي معاك في ايه؟ ما تسالش، تعال وانت ساكت. ماشي ماشي اجي معاك، بس صل على النبي كده ووحد الله وابعد السلاح. اوه اوه اتفضل. طب قوم جيتك فين؟ ليه؟ من هنا ولحد ما اخلص مصلحتي معاك السؤال حره. مظبوط مظبوط. مسدس في المكتب. وين الموزه تجيبه؟ هات المسدس يا نيلي. شد حيلك الله يستوري. حاضر. حبة كده بقى عشان الهوا بس. احنا كده تمام، ظبط نفسك. الجاكيت يا نيلي شهري بقى. حاضر. واحدة واحدة بقى كده، تاتا تاتا، هنخطي العدد. ماشي. بقولنا اي حركة غدر؟ مفيش غدر، مش انا وعدتك؟ ايوه الله ينور عليك. اتفضل. بقول لك مش عايز تقول حاجه لنيلي؟ يا نيلي ما تندهيش حد، مش عايز اي قلق، انا لما اروق هطلبك بالتليفون. اتفضل. استنى، ساكن صلاح سالم. ايه؟ على السطح حمام مشتاق. ما شاء الله. اتفضل. يا لهوي مين ده يا سالم؟ خش بس الاول. بس النبي حرصه، ابو المحروس اللي ما ترباش. الكلب اللي ذاب وده يا صح ولا نايمه؟ نايمه. طب خش ظبط الدنيا كده واديني حس. يلا. طيب حاضر. صباح الخير يا دنيا. صباح الخير. ازيك عامله ايه؟
تمام. قربتي تخلصي القهوة بتاعتك؟ اه خلاص. استنيتك امبارح تكلميني زي ما قلتي، ما تكلمتيش. كمان كلمتك بقى لما انتي اتأخرتي وبرضه ما رديتيش. نمت وانا قاعدة على كرسي. ايه بخته؟ هو ايه؟ الكرسي. انتي وراكي كلاسز دلوقتي؟ اه ساعة كده. طب ما تيجي نتحرك. فين؟ نقعد في الكافيه اللي برا الجامعة. أنا ماليش مزاج أخد القهوة بتاعتي هنا النهاردة، وكمان لسه مفطرتش. ممكن ناكل حاجة سوا. أيوه يا خالد، بس مش هينفع. ليه؟ أنا كنت مستنية أصلاً دكتور زاهر، كنت عايزاه في حاجة يشرحها لي في تاريخ الدراما. طب ما تسأليني أنا، قولي لي محتاجة إيه؟ لا، هي حاجة ليها علاقة بالامتحانات، وانا 10 مينيتس كده وهطلع له، وبعد كده ممكن نشوف هنعمل ايه. اوكي. اه صحيح، انا خلاص استلمت الباسبور وعليه الفيزا وكل حاجه جاهزه. بجد؟ اه جود. انت بقى عملتي ايه في حوار الفيزا؟ مش عملت حاجة يعني، قلت لبابا وهو قالي ان هو ماشي في الموضوع، بس طلعلي تريب بقى كده يا خالد وبحاول احله. تريب؟ تريب ايه يا دنيا؟ مفيش حاجة كده عائلية يعني. سر يعني؟ شور انه مش يعني مش سر يعني. لا، اخويا رجع من استراليا وبعدين احتمال يجي في نفس الميعاد اللي احنا هنسافر فيه، بس وهو لسه ما اكدش يعني، وانا بحل الموضوع. هو لو جه يعني هيقعد قد ايه؟ هو العادي بيقعد اسبوعين، بس هي المشكله ان هو بيجي كل سنتين، ممكن 3 سنين. المره دي بقى جاي في ميعاد مش الميعاد بتاعه يعني. هو مراته ولدته جابت بيبي، ومامي بقى طبعا عماله بتزن عايزه تشوف البيبي حقها يعني، بس الدكاتره منعينها ان هي تسافر او تركب طيارات يعني، وخصوصا المسافات البعيده اللي هي اكتر من 5 ساعات. بس ربنا معاها اكيد طبعا. اكيد يعني هو خلاص جاي اكيد؟ هو لسه ما اداش كونفيرم يعني، وخصوصا مواضيع زي دي مش بتتاخد قرارها في وان داي، ومراته والبيبي لازم بياخدوا اذن من دكتور عشان يعرفوا يسافروا، فبياخد وقته باجراءات يعني ومراجعات. حوار كبير يعني. اه بالظبط، هو حوار كبير. حوار كبير. طب تشرب حاجه؟ لا مش قادر. آه طيب انا هلحق بقى الدكتور زاهر قبل ما يدخل المحاضره بتاعته، يعني نص ساعه مش هتاخر ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. هاي ها يا هدى. هي بقت كده يعني؟ هي ايه اللي بقت كده؟ تخش الكلية ما تبصش على حد ولا تسلم على حد ولا حتى تصبح. معلش يا هدى، سوري، صاحي مخنوق شوية. ما كانش باين يعني وانت داخل الكلية. انت عايزة ايه يا هدى؟ عايزاك تروق وتشرب الكافي بتاعك يا خالد. انا مروق وكويس يا هدى. مالك يا خالد؟ ماليش. في حد ضايقك؟ أنا ما بحبش الأسلوب ده يا هدى، وأنتِ عارفة، مفيش حد كلمني من ساعة ما جيت غير دنيا. خلاص، السؤال بشكل أدق، دنيا ضايقتك في إيه؟ احتمال كبير ما تعرفش تطلع معايا ورشة لندن زي ما اتفقنا. وإيه يعني؟ ده كده ولا كده رايح شغل؟
يعني اساسا مش هيبقى عندك وقت تتنفس. اه بس انا ما بحبش ارتب نفسي على حاجه وتبوظ مني. ممكن اقول لك على حاجه ما تزعلش مني؟ ولا تفتكر ان انا قصدي اضايقك؟ السؤال كده معناه انك قصدك تضايقيني، ومع سبق الاصرار والترصد كمان. لا طبعا، انت عارف انه ما يهونش عليا زعلك ابدا، بس احنا اكتر من اصحاب، والامانه لازم تخليني اي حاجه انا حاساها لك او شايفاها لك اقولها لك، حتى لو الحاجه دي ممكن تضايقك. تقديمها دمها تقيل جدا، بس صح. قولي. اوعى تبني اي خطوه في حياتك على حد، اي حد، مهما كانت الخطوه دي صغيره، ومهما كان الحد ده مهم بالنسبه لك او قريب منك. انا لما مامي كانت عايشه عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان في اي حاجه في الدنيا ممكن تحصل لي من غير ما يكون دورها موجود، حتى لو كان دورها ده صغير، حتى لو كان مجرد ظبطه الملح والفلفل في الاكل. أنا مش قصدي أي حاجة وحشة، بعد الشر على تونت وأنكل وكل الناس اللي بنحبهم، بس أنا قصدي إني بعد ما مريت بالتجربة دي عشت أكتر من 3 شهور حاسة إن مفيش أي حاجة في الدنيا ينفع إنها تحصل، حتى نزولي الكلية لمجرد إن مامي اللي كانت بتوصلني قبل ما تروح شغلها في السفارة. وبعد مرور الوقت اكتشفت إن دي كانت أكبر غلطة في حياتي، وإن مامي أكيد كانت هتبقى زعلانة مني وهي عند ربنا، علشان شايفاني بضعف وبضيع وبفشل، وهي أصلاً عشت عمرها كله علشاني، علشان أبقى أحسن واحدة في الدنيا. يا باشا اقولك بقى في اللي انت شايفه ده. اقول ايه بس يعني؟ اللي حصل حصل، المهم ان الحمد لله هي بخير. ايوه يعني، وبعد كده هو مش عارف اللي انتوا عايزين. لا يا باشا، لو على اللي عايزينه بقى هيبقى كتير قوي. خلاص طلباتكم أمور ولا تحت أمركم؟ عايزين اسم النبي حرص وصايم. المحروس ابني. ابني؟ ابني تعملوا بيه ايه؟ لا يا باشا مؤاخذة، مش أنا اللي هرد على السؤال ده. صاحبة الشأن هي اللي ترد على السؤال. وماله؟ وماله؟ أيوة يا أبو الدهب. طلباتك تعملي ايه بابن؟ اخد حقي. حقي؟ ايوه يعني لما هتاخدي حقك يعني مش فاهم هتستفيدي ايه، يعني هتاخديه ازاي؟ مفيش غلي، حقي. ايوه انا بس عايز اقول يعني اللي حصل حصل، يعني انت اتأذيتي شايف انك اتجرحتي، مهما هتاخدي ده مش هيغير من الامر شيء، ولا ايه؟ تفتكر ان لو رحت ابلغ في البوليس هياخدوا من واحده زي كده؟ اول سؤال هيسالوني الظابط، انت ايه اللي وداكي معايا يا بنت؟ ايوه بص يا باشا، انا حقي اللي عايز اخده من جدته اخده بايدي من دراعاته اللي فضلت تلطش فيا لحد ما زهقت. اي حاجه غير كده مش هترضيني ولا تملى عيني. متهيألي بقى كده يا باشا هيبقى مات الكلام. تمام تمام. طيب اهدي اهدي. طب لو ابني عادل جه، انا محتاج اخد منك وعد. اوعدك بايه؟ يعني بلاش انت تتعرض له، وسيبها منها ليه.
تاخد حقها زي ما هي عايزة لحد ما نفسها ترضى وتشبع. متهيألي بعد كده بقى تسيبونا نمشي. قفش رجلي. ماشي يا باشا. ايه يا عادل؟ انت فين؟ عايزك تجيني. اقول لك انت بتعمل ايه هنا يا حاج؟ خش. في ايه يا حاج؟ انا مش فاهم حاجه. يا ابن الكلب يا ابن الكلب، دخلت مكتب الشرطة امبارح حد؟ جاوب. حصل يا حاج. حصل. كان معك واحدة مش كده؟ رد عليا. كان معايا يا حاج. عملت فيها ايه؟ يا واد جاوبني جاوبني. ضربتها يا حاج. وحياة امك ضربتها بس؟ يا ابن الكلب يا مرمطني ومخليني فرجه للي رايح واللي جاي. جاي بس انت جاي تروح في الواد هنا. انطر انت وهو على جوه. يلا اتفضل. يلا اتفضل اتفضل خش. اتفضل. هي دي؟ رد قد. هي دي اللي ضربتها في مكتبي امبارح يا نجس؟ اي حاجة. هو ده بتاع عملة امبارح؟ ايوه هو. شوف يا ابن الكلب، تقف زي الالف، ما ترمش لا تصد ولا ترد. وده ابني قدامك، اعملي فيه ما بدالك. العيب وازح. يلا سبع الرجال اصلب طولك كده وانزل استناني تحت في العربية. اتفضل. لسه مطلوب حاجة تانية؟ آسف. تفضلي. ايه ده يا باشا؟ بدا حقك من ابني انت خدتيه، لكن انا لازم اخلص امتي واطمن انك هتتعالجي ارجوكي. خدي يا بدا، اللي زي البيبي يحب يخلص حقه أول وآخر. في أي طلبات تانية؟ لا باشا كده عدالة. طب متهيألي احنا كده تمام. أنا مضطر أستأذن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلاح وارجع. ماشي خلاص يا أختي. مرضية؟ أيوه.